عمر ياسمين ما هذا صندوق الطعام النظيف وماذا به طعام نظيف لمن يا عمر لكل جائع لا يملك ثمن الطعام ما عليه الا ان يفتح الصندوق ويتناول وجبه مجانيه دون ان يضطر لطلبها ويضع نفسه في حرج الله فكره جميله هل ستضعين طعاما في صندوقي انه صغير لن يكفي لطعام اخر ساصنع صندوقا خاصا بي اسمعي هيا نصنع صندوقا كبيرا يتسع لكل الطعام الفائض من سكان العماره رائع هكذا تكون الفائده اكبر اتوبيس المدرسه وصل يا عمر ماذا تصنع انت وزملاؤك نضع ما تبقى من شطائر المدرسه في صندوق الطعام ما تبقى من شطائر اذا ساعطيك شطيره واحده بدلا من اثنتين لا يا امي بل اعطيني الثلاثه حتى نملا الصندوق للفقراء نجحت الفكره وكل الامارات وضعت امامها صندوق طعام مثل صندوقنا ما شاء الله وما حدث في شارعنا يحدث الان في شوارع اخرى وسيحدث ايضا في احياء ومدن اخرى الكل الان يتنافس في اشكال واحجام الصناديق وحجم وانواع الاطعمه التي توضع فيها للفقراء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن الناس نسيت انني صاحب الفكره الاصلي الله لا ينسى ستكون في ميزان حسناتك وستاخذ اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين وهل بذلك اكون قد صنعت شيئا لوطني بالطبع صنعت شيئا لوطنك الاصغر ووطني الاكبر دينك والامه الاسلاميه كلها ماذا تقصد الاسلام يا عمر الغى الحدود النفسيه بين البلدان وجعل المسلمين كلهم إخوة مهما فرق بينهم المكان إخوة في الدين؟ وفي الحق وفي الخير يتعاونون جميعا على البر والتقوى وينصر بعضهم بعضا ضد أي ظلم يقع عليهم قل لي إذن ماذا فعلت في مكة بعد أن تقربت من الشيخ محمد الأزرق؟ ومصيبتا سرقت نقودي سرقني اللص في زحمة السوق. أيها الناس، انتشر اللصوص في السوق. انتبهوا إلى أموالكم التي في جيوبكم. احترس أيها الأعمى. آه، عفوا، لم أرك. لأنك تسير للأمام وتنظر إلى الخلف، وتؤذي الناس من حولك. انت ايضا كان يجب ان تحترس تقصد انني انا المخطئ على أي حال لقد اعتذرت اليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اعطني يا عم قليلا من الخبز والجبن درهمان ما هذا اين ذهبت نقودي ابحث عنها جيدا كانت هنا وضعتها في جيبي قبل ان انزل من البيت هل سرقت السيده المسكينه نبهتني قالت ان اللص سرق نقودها واللصوص منتشرون في السوق اه هكذا وقعت في الفخ ها؟ اي فخ بالطبع وضعت يدك على جيبك فور سماعك لكلامها فراك اللص وعرف اين تخفي نقودك يبدو ان هذا قد حدث فعلا هذه السيده شريكه للص قالت لك ذلك حتى توقع الطيبين من امثالك يا الله. لله ما أعطى ولله ما أخذ. تفضل الطعام. لا، فليس معي ثمنه. لن أتركك جوعان. أعطني ثمنه في وقت لاحق، بعد أن تعود إلى بيتك. والله يا عم ليس معي أي مال في بيتي. لقد سرق اللص كل نقودي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بخير يا أمي ولا ينقصني إلا رؤيتك أنت وأحمد أخي. أنت أيضا أوحشتنا كثيرا يا محمد أتقدم كثيرا في دروس العلم وعندي ما يكفيني من المال لا ترسل لي أي أموال أخرى لماذا يقول ذلك؟ لأن لديه مالا يكفيه من أين؟ إنه لا يعمل في مكة قد بارك الله في المال القليل الذي أعطيناه إياه أشعر يا أحمد ان اخاك يخفي عنا شيئا اي شيء ليتني اعرف كنت قد انتويت ان احج العام القادم حتى اراه في مكه ولكننا لم نجن من زرع ارضنا الا المال اليسير ولذلك لن تستطيعي ان تحجي اه هذا ما عرفه اخوك محمد فاراد ان يخفف عنا النفقات وادعى ان لديه ما يكفيه من المال تتغيب عن مجلس العلم اسبوعا كاملا والله يا شيخنا مررت بظروف صعبه انت الذي صعبتها على نفسك لست اول من سرق اللصوص ماله ها؟ وكيف عرفت من جارك الذي تسكن معه ساضطر للعمل حتى اوفر مصاريف اقامتي ومعاشي اتضيع الوقت في العمل وتنشغل عن دروس العلم ليس لدي حل آخر إذا تعمل معي أنا وسأوفر لك كل نفقاتك وماذا أعمل معك يا شيخنا؟ قلت لك إنك أنجب تلاميذي ستجلس بجواري في مجلس العلم وتكتب كل ما تسمعه مني حتى الأسئلة التي يسألها التلاميذ وردود الفقهية عليها ثم ماذا بعد؟ تساعدني في جمعها في كتيبات صغيره نقوم باعطائها لهم في نهايه كل شهر ولكني لم اتعود ان اخذ مالا مقابل اي جهد علمي لقد قلتها بنفسك يا محمد انت في ظروف صعبه ما شاء الله يا محمد صرت الذراع اليمنى للشيخ الازرقي في كل مجالس علمه وابحاثه العلميه هذا من فضل الله يا سيدي، والله لقد أفادني الشيخ أكثر مما أفدته. لقد ساعدته في تأليف أكثر من عشرين كتيبا، وانتفع بها طلاب العلم في مكة وخارجها. وانتفعت أنا بها، وستساعدني إن شاء الله في تأليف كتابي الذي سأجمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة. أما زلت تفكر في هذا الكتاب؟ والله ما نسيته طرفة عين. ولهذا جئتك اليوم ماذا تقصد اشعر ان مهمتي في مكه قد انتهت مم.